كما تفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال زيارته لمحافظة أسوان معرض أيادي مصر. وخلال جولته بالمعرض استمع رئيس الوزراء إلى عرض حول منصة أيادي مصر، وذلك من خلال شاشة تفاعلية وكذا شرح للأنشطة وأهم الإنجازات التي حققها هذا المشروع القومي. كما قام رئيس الوزراء بتفقد أجنحة المحافظات المختلفة والمنتجات الموجودة بالمعرض، وشاهد جانبا من العروض الفنية والفنون التشكيلية خلال تفقده للمعرض. وحرص الدكتور مصطفى مدبولي أيضا على الاطمئنان على آليات التواصل من خلال المنصة أيادي مصر وما تتيحه من خدمات.